لم يترك الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في قطاع غزة إلا دمره وقصفه بصواريخه. خلال هذه الحرب المستمرة الاحتلال استهدف المساجد بشكل ممنهج، ولم يبقى مسجدا في قطاع غزة إلا هو مدمر الآن، والناس لا تجد مكانا للصلاة. والله كنت أصلي يعني كان في أمان، كان واحد بروح الجامع الفجر كان في أمان، فيش طيران، الوضع كان أمان، فيش يعني فيش خوف. الآن المساجد كيف شايف المساجد؟ كانت طمأنينة في المسجد، راحة سكينة. أما أيام الحرب واحد لما يمشي بخاف من الطيران، بخاف من الكواد الصغيرة، الطيارة الصغيرة بتطخطخ، فيش أمان. والمساجد هاي زي ما أنت شايف مدمرة، كل مساجد غزة مدمرة، فيش ما ضلش ولا جامع، كل صار مصلى صغير، والمصلى الصغير برضو تلاقي نص واقع وما كان إطلاق من دفاعية. هيك عايشين. صلوات الجمعة، صلاة العيد كيف تأدوها الآن؟ والله صلاة الجمعة زي ما تقول يعني طبعا أوقاف وقف بطل يبعث مشايخ، فبدبروا شيخ هيك وهيك، واللي بيجي اللي بيقدر يجي بيجي، طبعا مسافة طويلة كم كيلو بيقطع مسافة طويلة عشان يصلي صلاة الجمعة، وهي نفس الشيء يعني بيقطع 3-4 كيلو عشان يصلي صلاة الجمعة. أنا في المسجد المصلى الإيمان خان يونس. أخف على أنقاض المسجد الكبير وسط مدينة خان يونس وأقدم المساجد في هذه المدينة. الاحتلال الإسرائيلي دمر هذا المسجد بشكل كامل، ولا أثار لهذا المسجد نتيجة هذا الدمار الكبير. محمد سليمان، يمن شباب، غزة، فلسطين.